أمس المساء كان هجوم من قبل العدو وانكسر العدو وتم السيطرة على جبل القثب والمرفوع والجبل الأبيض، والآن احنا متقدمين على الجبل الأسود. إن شاء الله الأمور مبشرة في خير وانتصارات قادمة إن شاء الله، ونبارك الشعب اليمني إن شاء الله بدخول الشرعي أمانة العاصمة، هو إن شاء الله يبشر بخير، وإحنا عند حسن ظن الشعب اليمني. في هذا اليوم نحيي الجيش الوطني والمقاومة الشعبية على ما قاموا به ويقومون به من تقدمات ومن نصر أحرزوه هذا اليوم، فنهدي هذا النصر لشعبنا العظيم، الشعب الذي ينتظر الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بفارغ الصبر. اليوم تم التقدم في عدة مواقع، تم تحرير المدفون وتم تحرير تباب المدور، وأيضا كثير من المواقع والجبال المطلة على الطريق العام الرابطة بين مأرب وصنعاء. وفي الأيام المقبلة بإذن الله سبحانه وتعالى الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وأبناء القبائل وكل أبناء الشعب اليمني عازم على يعني أن يتم النصر لهذا الشعب اليمني وإزالة هذه الميليشيات التي أضرت به ضرر بالغ وكبير، وما يزال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ماضين، وسيتم النصر اليوم وغدا، ونحن نعد شعبنا بأن النصر قادم بإذن الله سبحانه وتعالى. ونقول لأبناء محافظة صنعاء عليهم أن يتعاونوا، مشايخ ووجهاء وضباط وأفراد يتعاونوا مع الجيش الوطني ومع المقاومة الشعبية، ونقول لهم إن الجيش الوطني والمقاومة الشعبية هو الأمن والاستقرار والاقتصاد، هي الحياة. إنما جاء الجيش الوطني وجاءت المقاومة الشعبية لغرض تأمين هذا المواطن الذي انتهك عرضه، الذي تم أخذ أمواله، التي اليوم هذه المجموعة وهذه الميليشيات الحوثي والمخلوع صالح إنما حولوا اليمن إلى سلعة يستثمروا ويأكلوا ويشربوا ويستثمروا في ظل هذا الفقر الذي يعاني منه الشعب اليمني. فنقول فنبشر الشعب اليمني أن النصر قادم، وكما هو النصر في ميدي، النصر أيضا في تعز، النصر اليوم هنا في الفرضة، وغدا ستسمعون انتصارات في قضايا كثيرة. كما نشكر أيضا التحالف، وبالذات أيضا ما تكون به صقور الجو، فلها الدور الكبير والبارز في تسيير هذه المعركة وفي الانتصارات. نقول للتحالف ونقول للقيادة السياسية ونقول للجيش الوطني ونقول للشعب اليمني أن الجهود التي بذلت والدماء التي سارت من إخواننا ومن أبنائنا الشهداء ومن الجرحى الذين ضحوا بأنفسهم وبأموالهم، إن الثمرة اليوم ماضية والنصر القادم، ومن نصر إلى نصر حتى نصل إلى العاصمة صنعاء. الذين يشكلوا سياجا أمام الإنقلابيين من الوحدات في محور عتق، فأنا أشكركم جميعا، المقاومة الشعبية، القوات المسلحة، القوات الموالية للشرعية، الذين يقومون بدفاع قوي عن الشرعية الدستورية للجمهورية اليمنية التي أرهقوا بها حياة المواطن اقتصاديا، فالمواطن يعيش بلا كهرباء، يعيش بلا مياه، بلا صحة. الإنقلابيون دمروا الحياة الاجتماعية في البلاد. أدوات طبعا معهم، تلز، مواد اللي يشربوا معهم، ما هي إلا الشركة اللي معهم. المصفيات. أيوة إلا إذا وافق الشركة.
نشكو يا الله، ولمن نشكو يا الله، ولمن نشكو يا الله، ولمن نشكو يا الله. مختطف يخرج شاهد، مختطف يخرج شاهد، مختطف يخرج شاهد، مختطف يخرج شاهد. كنت انتظر قبل العيد، كنت انتظر قبل العيد، وحدك شاهد يا الله، وحدك شاهد يا الله، وحدك منصف يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بيان إدانة لرابطة الأمهات. تدين رابطة الأمهات مقتل الشاب الحافظ عادل عبد السوعري الذي وجدت جثته وعليها آثار التعذيب الشديد يوم الاثنين الماضي بجوار مستشفى الشرطة العسكري في العاصمة صنعاء، بعد اختطاف دام لعدة أشهر تعرض خلالها للتعذيب حتى الموت. ولم تكن هذه الجريمة الأولى بحق أبنائنا، فقد قتل المهندس المختطف ياسر الناشري الأسبوع الماضي، والذي أصيب بالشلل جراء التعذيب الشديد الذي تعرض له في سجون الحوثي وتوفي بعده بأسابيع قليلة. ونحن إذنين في بياننا هذا كافة الانتهاك التي تقدمها جماعة الحوثي بدءا بالاختطاف وما يترتب عليه، ونحن إذنين في بياننا هذا كافة الانتهاكات التي تقدمها جماعة الحوثي بدءا بالاختطاف وما يترتب عليه من إخفاء قسري وتعذيب يؤدي إلى الموت، فإننا ومن أمام سجن الأمن السياسي ندعو كافة المنظمات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة والصليب الأحمر لتحمل مسؤولياتنا الأخلاقية والإنسانية تجاه ما يتعرض له المختطفون في سجون الحوثي. كما ندين الأعمال التي تقوم بها جماعة الحوثي في سجونها من استغلال للمختطفين إعلاميا والقيام بتصويرهم إجبارا للاعتراف بجرائم لا صلة لهم بها. ومن هنا نطلق صرخاتنا المقهورة إلى كل ضمير حي في اليمن والعالم كله، أوقفوا هذه الجرائم بحق أبنائنا، أنهوا ملف الاختطاف والتعذيب وإلى الأبد. يكفي آلام عادل تحت وقع التعذيب حتى الموت لتكون نهاية لهذه الجرائم. صادر عن رابطة الأمهات صنعاء الخميس.